الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مشاركين في المنتدى العالمي للاجئين تعهدوا بتقديم أكثر من 2.2 مليار دولار للتصدي لأزمة اللاجئين العالمية. وخلال المنتدى الذي استمر 3 أيام، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو غراندي إن 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب المستعرة في السودان، كما دعا إلى اتخاذ خطوات لتجنب كوارث أزمة النازحين في قطاع غزة. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات تردد صدها في أنحاء العاصمة عندما تصدت وحدة الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة. وقال رئيس بلدية كييف إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من المدينة. هذا وسمعت سلسلة من الانفجارات المدوية، كما دوت صفارات الإنذار على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو. أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تدمير فلسطين والقضاء عليها، مشيرا إلى أن الدمار الذي أقدم عليه الاحتلال في غزة هدفه تهجير الفلسطينيين وليس القضاء على حماس فحسب. وخلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوزارية العربية المشتركة بالعاصمة النرويجية أوسلو بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية والنرويج، قال وزير الخارجية الفلسطيني إنه يتم بحث وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات للأهالي في القطاع بشكل دائم ومستمر، مؤكدا السعي لتفادي المجاعة في القطاع واستخدام الغذاء كسلاح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. أكدت روسيا أن واشنطن ستتلقى ردا مماثلا من موسكو إذا ما تحركت لاستئناف تجارب الأسلحة النووية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف بأن الولايات المتحدة أرسلت إشارات في الآونة الأخيرة بأنها لا تخطط للقيام بذلك، وشدد المسؤول الروسي على ضرورة أن تكون موسكو في حالة تأهب قصوى تحسبا للتحرك الأمريكي المحتمل لاستئناف التجارب النووية، معتبرا أن بلاده تحكم على واشنطن بالأفعال وليس بالأقوال على حد تعبيره. تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه الثمين على فريق اتحاد جدة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة في الدور الثاني لمونديال الأندية. سجل ثلاثية الأهلي في اللقاء علي معلول في ضربة جزاء في الدقيقة 22، وحسين الشحات في الدقيقة 59، وإمام عاشور في الدقيقة 62، فيما أحرز هدف اتحاد جدة الوحيد لاعبه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 91. وبهذا الانتصار تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، حيث سيواجه فريق فلومينينسي البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية الاثنين المقبل، فيما سيلعب في المباراة الأخرى للدور نصف النهائي مانشستر سيتي الإنجليزية أمام أوراوا ريد الياباني. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، وسنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.